في قدام هناك اول شيء طفته اوقف ارجع ورا. حتى مقاطع اثناء الرجوع اوقف عندما من اهم الامور اللي تعلمنا صليها في الجود قبل الركوب مع الخيل. تمشي مع الخيل اشتغل الموضوع او اذا اشتريت خيل او اشتريت خيل الى اخره او سيارات حتى علم الحصان انك تقدر تمشي قدام الشيء جنب الشيء ورا الشيء مو مع الشيء يصير يمشي ممشى هنا بتخرب الحصان. حتى لو كان يمشي عند البعض متخيل مثل خيل سباق او خيل قفزي داخلي يمشوا مع بعض ويركبوا مع بعض اصلا بالنهايه الحصان راح يركب مع خيل ما تفرق معه. لكن بالنسبه للشخص يبغى يتحكم بالحصان تحكم تام مو بالدعوه انك تمشي تتحكم فيه حول الخيل او قدامها او وراها انك تبغى تحتاج تتحكم فيه عند الخيل فقط حتى لو تركب الحال. يعني اللي يصير انك انت علمه انك قادر على التحكم فيه لو رفض بمعنى انك بتدخل مويه تدخل مكان مخيف تدخل شيء ما يبغى يدخل فيه علمه انك قادر على منعه من الاندفاع لمكان يبغى او الهروب او رفض الدخول في مكان ما يبغى. كيف الحال هذا الحين الان عقب ما تعدي ارجع له مباشره لها ثم هذا ثم ها ويا ثم قلت له يد واحدة ما بعد تفرغت لمرة ما حتى ما واجهته. فكرة منها زي ما ذكرت هي فكرة لا وإلا السباق بينك وبين حصان لا وإلا. أنت كبشر تبغى تقول إلا او لا في اوضاع معينه وهو كحصان يبغى يقول لا 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 لاي شيء تبغاه والا الا الا لاي شيء اي شيء ما انت ما تبغاه. فالسباق بيني وبينه انه الا او لا حقتي تغلب او الا او لا حقتي تغلب. لن تغلب الا او لا حقتك الا اذا كان ركوبك صحيح. والادعاء انك ما تبغى تقول لا او الا او تبغى حل وسط بينك وبينك بينك وبينه هذا خيال وليس واقع. انت تعرف معرفه تامه ان الحصان سيكون رقم واحد او انت تكون رقم واحد يا اما انك انت القائد من هو القائد ما في الوسط. واذا كان الحصان بالفعل هو القائد ان شغلك خطا لن يثق فيك. ما يمكن الحصان يكون هو القائد او هو رقم واحد وشغلك صح. اي شخص يركب صح تعامله صحيح سيكون هو القائد والحصان هو التابع. اذا لابد تتحكم في الحصان في وضع زي هذه. فحتى لو ممكن ناوي تدخله مويه دخله مويه عشان تعامل انك قادر وتعرف انك قادر. حتى لو كنت ناوي تشغله مع خيل لو شغلته مع خيل او اشتغلت خيل الى اخره علم انك قادر على التحكم فيه وراء الخيل قدام الخيل جنب الخيل وقس على ذلك. فمو بشرط انك تحتاج الاختبار نفسه قدر ما انك تحتاج تعلم الحصان ان في اي خلاف او في اي وضع في اختلاف بتحكم فيه. هذا اللي ينطبق على موضوع سباقات بالثقه. فالناس يقول سباقات بالثقه المفروض تسوي باشياء الحصان يواجهها زي كيس زي كرتون الى اخره سياره خيل ما له معنى مثلا تجيب صحن او دورة فيها حصى إلى آخره أصلاً ما راح يواجهها لما تطلع تركب وتقعد. هذا غير منطق ومخالف للفكرة اللي أبغاها. من يقول كان يبغى عودة على شيء معين مثلاً شكل إذا عودته على شيء معين مجرد تغير وزنه أو حجمه أو لونه أو مزاجه حصان حاسك. أنا أبغى أعود الحصان إنه لو خاف تحكمت فيه ما أبغى ما يخاف من الشيء أبغى خاف ولا ما خاف تحكمت فيه. فكل ما كان الشيء يخليه يخاف سأفعله وأعلم إني قادر على التحكم فيه أثناء الخوف بصرف النظر عن وش الشيء. في الحالة دي خيل، حالة أخرى موية، حالة أخرى قورة فيه حصى، حالة أخرى فيه صحن تبسي حق رز. الزبدة أن الحصان في شيء معين سيجعله يخاف أبغى يخاف عشان يعرف أني قادر على التحكم فيه أثناء الخوف. أغلب طرق ركوب الصحيحة الأخرى تعود على شيء معين فقط عود على المحسة، عود على الكيس، عود على السرج، عود على اللبن مو بخطأ طبعاً تصرف صحيح عود على جلال لكن ما يعني انك تحكمت فيه. ممكن تعود الحصان على هليكوبتر على طياره على دباب على سياره صوتها مره قوي ثم الحصان يخاف من كيس يروغ وينطلق يدمس فيك. فهو ما علم على التحكم اثناء الخوف او الجفله علم على عدم الخوف او الجفله من شيء معين زي يركب خطا. يركب خطا يقدر يعود الحصان على عده اشياء صح يركب صح بيعود تعويد افضل لكن يبقى كل الحالتين تعويد. هنا مو فقط تعويد عم بتعود لكن مو بالهدف التعويد. الهدف انه يخاف واذا خاف تحكمت فيه. ودي القطع انه من متعود على شيء معين زيد جرعه التخويف او حتى تدور شيء ثاني تخوفه فيه. لو كان دعوة فقط تعويدك تفيت بشيء شيئين انتهينا. لكن الواقع انك مو قاعد تعود انت قاعد تدور شيء مو متعود عليه ولا يعرفه تروح له عشان تخليه يقول لا عشان لما يقول لا تعمل معه صح ويفشل في قول لا عشان لما تركب اول مره او تخب اول مره او تهذب اول مره او تفتح اول مره تعلم انه غير قادر على قول لا. لما اركب اول مره ويبغى يندفع انا بوقف اذا في لا هو لا مني من اللي بتغلب. اول مره اخب اول مره اهذب بيقول لي لا بزيد بقول له لا لا تزيد من اللي بيغلب انا ولا هو. اول مره ابغى اتحكم فيه في مكان اثناء العزف وما يبغى يدخل فيه او العكس ارد على مكان يبغى يروح له فراسه وفحوله الى اخره هو بيقول لي لا انا بقول الا من بيغلب. فلابد تعلم الحصان
في أي وضع اختلاف أن التحكم سيتم عن طريق كسب الثقة، وكسب الثقة يتم عن طريق دقة اليد الصحيحة، التحكم يتم عن طريق استعمال القوة. إن لم تفعل الشيء ذا هي مسألة وقت، ويجي شيء يخلي الحصان يختلف معك، وإذا اختلف معك حاسك، بينما هنا إذا اختلف معك حسته أنت بدل ما يحوسك هو.